السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ ربكم بخير. النهاردة ان شاء الله معانا حصة مهمة قوي وفيها زيادات من بنك المعرفة كتير قوي، فركزوا معايا عشان النهاردة في كلام كتير لازم يتقال. بإذن الله سهل وبإذن الله تعرف تحل كل الأسئلة اللي عليه، وبإذن الله بعد الحصة دي برضو هعمل لكم أسئلة نجوى ليميتد اللي نازلة على بنك المعرفة على الطفرات، عشان هي أسئلة فيها يعني إلى حد ما رسومات صعبة شوية، فبإذن الله هنزل لكم برضو فيديو الحل بتاع الأسئلة عشان ما بقاش فايتك أي حاجة في أي كتاب أو في بنك المعرفة حتى. يلا بينا على بركة الله نبدأ كده مع الجينوم البشري أو المحتوى الجيني. دكتور يعني ايه المحتوى الجيني؟ بكل بساطه يا شباب، انا دخلت جوه جسمي لقيت خلايا، دخلت جوه الخليه لقيت نواه وعضيات، هسيب العضيات وهدخل جوه النواه، دخلت جوه النواه لقيت الكروموزومات رحت ماسكها وفككها لحد ما وصلت لشريطي الدي ان ايه، والكلام ده والتقسيم دي احنا عارفينها من زمان وقلناها كتير جدا جدا جدا. شريطي الدي ان ايه بقى يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن هو بوليمر كبير حمض نووي، عباره عن مونيمرات صغيره اللي هي النيوكليوتيدات. طيب النيوكليوتيدات يا شباب كل ثلاثة منهم اسمهم كودون، طب كل كودون او اكتر اسمهم جين، كل الجينات اللي على الدي ان ايه اسمها المحتوى الجيني يا شباب. يعني مثلا لو الكروموزوم بتاعك عليه او فيه دي ان ايه، والدي ان ايه مثلا يعني فيه 20000 نيوكليوتيد، خلاص قسمناهم على 3 ادونا وليكن 5000 او 6000 كودون، كل كودون بيدي جين او كل 2 كودون بيدي جين، فبقى مثلا عندي 5000 جين، كل ال 5000 جين اسمهم المحتوى الجيني. يبقى المحتوى الجيني يا شباب هو كل الجينات وبالتالي كل دي ان ايه الموجود في الخلايا البشريه، يعني اللي شايل كل الصفات الوراثيه وكل الخصائص البشريه بتاعتك، ده كده المحتوى الجيني. طيب هو مهم في ايه المحتوى الجيني دوت؟ اول حاجه ان المحتوى الجيني ده يا شباب عليه الكودونات او الجينات اللي بتصنع البروتين. ان شاء الله باذن الله في الحصه الجايه ناخد تصنيع البروتين، هنقول ان بيتكون عندي حاجه اسمها الام ار ان اي عليه كودونات لتصنيع البروتينات، خلاص، والام ار ان اي بيتصنع من الدي ان اي، والتي ار ان اي اللي هو بيشيل الاحماض الامينيه عشان يجيبها على الام ار ان اي هناخدها برده ان شاء الله بالتفصيل، برده بتصنع من الدي ان اي، وكذلك الار ار ان اي اللي هو الريبوزومات بتتصنع برده من الدي ان اي. فيا شباب الدي ان ايه عليه المعلومات الوراثيه الكامله لتصنيع كل البروتينات في الخليه كلها حرفيا. الخليه بتاعتك بتصنع بروتينات كتيره اسمهم اسينشال امينو اسيد. خلي بالك، حد سالني سؤال يا دكتور معلش، يعني هو انا باكل لحمه فيها بروتين وجسمي بيصنع بروتين، طب جسمي بيصنع ليه وانا اصلا باكله؟ من السؤال برضو، بصوا يا شباب عندنا حاجه اسمها اسينشال امينو اسيد ونون اسينشال امينو اسيد، يعني احماض امينيه اساسيه واحماض امينيه غير اساسيه. الاساسيه دي اللي جسمك بيصنعها ما بتاكلهاش في الاكل اسمها اسينشال امينو اسيد، خلاص، زي الفالين زي الميسونين وهكذا. لكن في احماض امينيه غير اساسيه اللي بتاخدها في الاكل، بقى لا اي حد بياكلها عادي، في احماض امينيه ما باكلهاش، ما فيش اكل فيه الاحماض دي، جسمك بس اللي بيصنعها، وفي احماض امينيه موجوده في كل البروتينات عادي. فيا شباب كل البروتينات اللي بتصنع في الخليه الكودونات او الجينات بتاعتها موجوده على الدي ان ايه، خلاص. فمهم الدي ان ايه او مهم الجينات ليه او المحتوى الجيني مهم في ايه؟ علشان تصنيع البروتين. طب هناخد ان شاء الله في تصنيع البروتين يا شباب ان بيخش فيه ثلاث انواع من الاحماض الامينيه الريبوزيه اللي هي الار ان اي، عندي التي ار ان اي اللي هو الترانسفير اللي بينقل، عندي الار ار ان اي، عندي الام ار ان اي. الثلاثه دول هناخدهم بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه. الثلاثه دول يا شباب بيتصنعوا من الدي ان اي. يبقى اذا المحتوى الجيني مهم في ايه؟ اول حاجه بيصنع البروتين، كل الكودونات اللي بتصنع البروتينات موجوده على الدي ان اي، او كل الكودونات اللي بتصنع الاحماض الامينيه اللي تدخل في بناء البروتين موجوده على الدي ان اي، خلاص كده. طب الار ار ان اي والتي ار ان اي والام ار ان اي اللي هم الاحماض النووية الريبوزية اللي هم الار ان اي، يعني كلهم بيصنعوا من الدي ان اي. يبقى دوت فايدة المحتوى الجيني، بيصنع البروتينات وبيصنع الاحماض الريبوزية النووية اللي بتساهم في تصنيع البروتين، خلاص كده. يعني البروتين اهو اللي بيساهم في تصنيعه مين؟ ار ار ان اي، تي ار ان اي، ام ار ان اي، كل دول بيتصنعوا من المحتوى الجيني اللي هو الدي ان اي. طيب بقول لك ان في اوليات النواة يا شباب المحتوى الجيني، يعني الجينات اللي موجودة في اوليات النواة زي البكتيريا مثلا، كل الدي ان اي او معظمه بيساهم في تصنيع الار ان اي والبروتين. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا والله ده كروموزوم اهو، خلاص، عليه 1000 جي، فالكروموزوم ده او مثلا لو كان بلازميد مدور اهوت، بلازميد اهوت مثلا، البلازميد ده لو كان عليه 1000 جين فال1000 او 990 مثلا بيخشوا في تصنيع الار ان اي والبروتين. ده فين؟ ده في اوليات النواه. طب في الحقيقات اللي هو احنا زينا بقى، احنا مثلا برضو معظم الجينات بتصنع بروتينات؟ لا، بيقول لك اقل من 70%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الكروموزوم بتاعي وبتاعك لو عليه 1000 جين ف700 او اقل، 700 مثلا، 690 مثلا، او 600 او 500 بس هم اللي بيصنعوا بروتين، والباقي لا مش بيصنع بروتين، بيعمل حاجات تانية او ما بيعملش حاجه خالص، تمام كده. يبقى يا شباب في اوليات النواه المحتوى الجيني كله او معظمه مسؤول عن تصنيع البروتين والار ان اي. طب الار ان اي ده اللي هو ايه؟ اللي هو التي ار ان اي او الار ار ان اي او الام ار ان اي،
متفقين؟ متفقين جدا. لكن في الحقيقيات اقل من 70% فقط مسؤول عن بناء البروتين وتصنيع الـ RNA. خلاص كده؟ تمام جدا. طيب بعد كده يا شباب عندنا حاجة اسمها DNA المتكرر. هل يا شباب ده الكروموزوم اهو عليه DNA كده، هل كل DNA مختلف عن بعضه؟ لا، بقول لك ممكن حتة من DNA تتكرر كذا مرة او الاف المرات، عادي عادي جدا. طب ده بيحصل فين؟ بقول لك والله ده هو بيحصل في الخلايا البشرية عادي، او في الخلايا الحيوانية عادي، مع الكودونات الخاصة بتصنيع الريبوزومات والهستونات. تاني بقى معلش، يعني ايه ريبوزومات؟ الريبوزومات دي اللي هي الـ RNA اللي بتستخدم في تصنيع البروتينات، اما الهستونات ديت اللي بتكثف الحمض النووي. طب ايه رايك الهستونات دي انا محتاج منها كتير ولا قليل؟ محتاج منها كتير جدا، ده انا عندي عدد خلايا كتير جدا. طب ايه رايك الـ RNA اللي هو الريبوزوم محتاج منه كتير ولا قليل؟ محتاج منه كتير جدا، ده اللي بيصنع البروتين في الخلية، فانا محتاج يا شباب من دول نسخ كتيره جدا جدا جدا. طب انا محتاج من دول نسخ كتيره جدا، ايه رايك بقى يبقى عندي ليهم جينات متكرره كتير ولا ما عنديش؟ لا، يبقى عندي لهم جينات متكرره كتير، يعني كودونات كتير على الدي ان ايه بتدي ار ان ايه، يعني بتصنع ار ان ايه وبتصنع هيستونات. خلاص كده؟ ففي بعض المحتوى الجيني مكرر في الخلايا الحيوانيه، زي ايه مثلا؟ زي الجينات اللي بتصنع الار ار ان ايه، هنعرف فيها في الحصه الجايه ان شاء الله، والهيستونات. طب ليه؟ لسرعه او لتسريع انتاج الريبوزومات والهيستونات. طب انا اصلا لما اسرع انتاج الريبوزومات والهيستونات انا استفدت ايه؟ استفدت انا كده هكون البروتين بسرعه. طيب ايه كمان؟ ده مثلا في الحيوان. طب ايه بقى في الحشرات مثلا؟ بقول لك مثلا عندك حشره اسمها الدروسوفيلا، خدناها في اولى ثانوي في الوراثه، اللي هي عينها كانت حمراء. الحشره دي يا شباب في تتابع فيها كده اسمه AGAAG، ده جين عندها عبارة عن أدينين جوانين أدينين أدينين جوانين، ده تتابع عادي، خمس قواعد عادي جدا. التتابع ده يا شباب بيكرر 100,000 مرة، يا إلهي 100,000 مرة متكرر؟ متكرر عادي جدا. طب متكرر ليه بقى؟ بيعمل حاجة ولا أي حاجة، لا يمثل أي شفرة، يعني ممكن دي ان ايه يكون موجود جوه الخلية مكرر كده بالشكل ده 100,000 مرة وما فيش أي شفرة؟ فيش أي شفرة، ما بيعملش حاجة، مكرر كده وخلاص. ليه وظيفة؟ الله أعلم. بيعمل حاجة؟ الله أعلم. إحنا ما اكتشفناش الكلام ده، أكيد مفيش حاجة خلقت هباء وأكيد ليه وظيفة، بس إحنا لحد دلوقتي ما عرفناهاش. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى الدي ان اي المكرر موجود؟ طبعا موجود في الخلايا البشرية. الدي ان اي اللي بيصنع او الجينات اللي بتصنع الار ان اي والهيستونات مكررة، ليه؟ عشان انتج كمية كبيرة من الار ان اي والهيستونات. ليه؟ عشان انتج كمية كبيرة من البروتينات. خلاص كده؟ طيب في حشره الدروسوفيلا المثال الثاني بيقول لك ان بعض الجينات مكرره مثلا 100,000 مره. طب بتمثل شفره ولا اي حاجه؟ هي مكرره كده وخلاص، احنا ما نعرفش بتاعت ايه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها وعارف هي بتاعت ايه. خلاص، ممكن نكتشف يوم من الايام. طيب في كمان حاجه بيقول لك مثلا الحبيبات الطرفيه في الدي ان اي. مثلا يا شباب في شريط الام ار ان اي ان شاء الله المره الجايه، ان عندي في نهايته حاجه اسمها زي العديد الادينين، ايه ادينين كتير جدا 200، بيعملوا ايه؟ ولا اي حاجه، كل وظيفتهم ان هم بيحموا الام ار ان اي، بيحموه. خلاص، يبقى ممكن يا شباب بعض الحبيبات الطرفيه في الدي ان اي او في الار ان اي لا تمثل شفره. عندك مثلا حاجه اسمها التيلومير، مش احنا خدنا الكروموزوم ده، في حاجه اسمها التيلومير اللي هو الديل بتاعه، بيعمل ايه؟ ده بيحمي الدي ان اي. طب ليه وظيفه؟ ملوش اي وظيفه. طب ليه شفره؟ ملوش اي شفره. يبقى في دي ان اي مكرر ولا يمثل شفره كتير جدا. زي ايه؟ زي مثلا في حشره الدروسوفيلا، زي الحبيبات الطرفيه والكروموزومات، عادي جدا. ومن هنا يا شباب نستنتج ان دي ان اي ملوش علاقه بتطور الكائن الحي. لا، افهم السؤال معلش، يعني يا دكتور الكلام ده؟ يعني مثلا لو جبت صرصار وجبت برص، الصرصار وليكن عنده في الخلايا بتاعته 50 كروموزوم والبرص عنده وليكن 100 كروموزوم، هل معنى كده ان البرص اكبر من الصرصار؟ لا، ممكن الصرصار يكون عنده صفات اكتر، عنده شنبات اكبر، عنده رجول اكتر. فنستنتج من دوت ان كميه الدي ان ايه ملهاش علاقه بتطور الكائن الحي، يعني ممكن يكون كائن حي عنده 50,000 جين وكائن حي عنده 20,000، وال 20,000 يكونوا بيدوا كائن حي اكبر من 50,000، يعني مش كل لما الجينات كترت كل لما افرح ويبقى الكائن اكبر، لا ملوش علاقه. واحد عنده، ده مش موجود بس مثال، يعني واحد عنده مثلا 50 جين في دماغه والتاني عنده 20، اللي عنده 50 اذكى، لا ممكن يكون ال 30 اصلا ما بيشتغلوش، فاهم حاجه؟ ال 30 لا يمثلوا شفره. فعندك مثلا حيوان اسمه او كائن اسمه السلمندر، السلمندر ده شباب الدي ان ايه بتاعه 30 مره قد الانسان. طب هو السلمندر ده عامل ازاي؟ اللي قدامك ده مين اكبر؟ الانسان ولا هو؟ لا الانسان طبعا. طب الانسان عنده دي ان اي قده؟ لا، ده اقل منه، اقل منه ب 30 مره، السلمندر اكتر من الانسان ب 30 مره، ايه رايك؟ وهو اصغر والانسان اكبر. فكميه دي ان اي لا تدل على تعقد او تطور او نمو الكائن الحي. خلاص، دي كده حاجه لازم تعرفها كويس جدا. طيب الدي ان اي الذي لا يمثل شفره يا شباب فايدته ايه؟ انا لسه قايل لك مثلا انت عندك حاجه اسمها التيلومير،
ماشي في الكروموسوم عندك حاجه اسمها زي العديد الادينين في الام ار ان اي. بيعملوا ايه؟ والله زي العديد الادينين ده بيحمي الام ار ان اي، بيحميه من اي حاجه بتكسر الشرايط بتاعه الحمض النووي. عند مثلا التلومير ده بيحمي الكروموسوم من التكسير. فاذا ممكن نقول ان الجينات التي لا تمثل شفره تعمل على احتفاظ الصبغيات بتركيبها. اهو الصبغه اهوت في تلومير، في حاجات كمان جوه الكروموسوم بتحميه فبتحافظ على تركيب الكروموسوم. خلاص كده. تاني حاجه يا شباب بتمثل اشارات للمناطق التي يبدا عندها بناء الام ار ان اي، والكلام ده ان شاء الله ناخده المره الجايه، اعرفه بس دلوقتي. ماشي كده المحتوى الجيني. طيب عايزين بقى ناخد حاجه مهمه جدا جدا وهي الطفرات يا شباب. الطفرات يعني ايه طفره؟ والله انا كده عايش في امان الله، لا بيا ولا عليا ولا حواليا، اذ فجاه انا ماشي في الشمس اتعرض لاشعه زي الاشعه الفوق بنفسجيه اللي هي الالترا فايوليت ريز، او الاشعه تحت الحمراء اللي هي الانفراريد، اي واحده من الاثنين يعني. او يحصل حريقه لا قدر الله واتعرض لنار عاليه جدا درجه حراره شديده، او شغال في معمل لا قدر الله معمل تحاليل وتعرضت لماده كيميائيه خطيره جدا، هيحصل لي ايه يا شباب؟ هيحصل في الخلايا بتاعتي حاجه اسمها طفره. الطفره يا شباب هو تغير في ترتيب القواعد او ترتيب الكودونات او ترتيب الجينات على الدي ان ايه، مما ينتج عنه تغيير في الماده الوراثيه وتغيير في البروتين الناتج عن تلك الجينات. ركز معايا، ده الدي ان ايه عليه كودونات اهو. خلاص ده مثلا كان بيدي لون عيون زرقاء. من ضمن انواع الطفرات عندنا حاجه اسمها طفره الحذف. هنعمل كده، احد القواعد تم حذفه، هل اللون الازرق هيطلع في العيون؟ لا مش طالع. دي بنسميها طفره. ايه اللي حصل يا شباب؟ تغير في ترتيب او تتابع القواعد على الدي ان ايه او على شريط الحمض النووي، مما ينتج عنه تغير في الماده الوراثيه نتيجه تغير البروتين الناتج. مش احنا قلنا يا شباب ان كل جين بيدي بروتين معين، كل جين بيدي امينو اسيد او حمض اميني معين؟ اه. كل الصفات الوراثيه عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين بيدي الصفه الوراثيه. طب البروتين عباره عن ايه؟ عباره عن احماض امينيه ناتجه من الكودونات. الجينات على الدي ان ايه هي اللي بتدي الاحماض الامينيه، والاحماض الامينيه مع بعضها بتكون بروتينات، البروتين بيدي الصفه الوراثيه. يبقى اذا لو حصل طفره هنا، هل الحمض الاميني يتكون؟ لا. هل البروتين يتكون؟ لا. هل الصفه تطلع؟ لا. طيب بس كده يعني على قد الصفات بتختفي؟ لا مش على قد الصفات بتختفي. ممكن مثلا الاشعه الفوق النفسجيه اللي هي الالترا فايوليت يا شباب تعمل ايه؟ مش احنا كنا بنقول في الدي ان ايه ان الادينين في الشريطين بتوع الدي ان ايه يعني الادينين بيمسك مع الثيمين بربطتين؟ اه. والجوانين بيمسك بثلاث رابط؟ اه. ايه رايك بقى لو الاي دي اتشالت وتحط بدلها تي؟ اوبا عادي؟ لا مش عادي. التي في الطبيعي بتمسك في التي؟ لا، ده اسمه ثيامين دايمر اللي هو ايه؟ اللي هو التي مسك في التي. طب دي بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها سرطان، كانسر. فالطفره ممكن تعمل لي مرض، ممكن تعمل لي تغير في ترتيب القواعد، تعمل تغير في الصفه الوراثيه. دي الطفره. فلو اقول لك الطفره هي تغير في ترتيب القواعد على شريط الحمض النووي، مما ينتج عنه تغير في ترتيب الجينات، مما ينتج عنه تغير في الصفه الوراثيه، البروتين اختلف، او ينتج عن الطفره مرض. خلاص كده؟ ده تعريف الطفره. طيب احنا عايزين نعرف يا شباب الطفره بتحصل ليه؟ عشان بس نمشي كده بالترتيب، يعني ارسم الرسمه اللي انا هرسمها دهيت وهتعرف اسباب الطفرات بكل بساطه، بكل بساطه. انا عندي يا شباب الخليه الكبيره اهيت، ادي الخليه وجواها النواه، والنواة جواها الكروموزومات، ادي كروموزوم. ممكن يا شباب الطفرة تحصل على مستوى الكروموزوم ده، ازاي يعني؟ اللي هو مثلا حتة اتشالت من الكروموزوم سميتها حذف، حتة اضافت للكروموزوم سميتها اضافة، حتة من الكروموزوم كده يا شباب اتقلبت واتلزقت عكس الاتجاه 180 درجة سميتها انقلاب. خلاص كده؟ فدي كده يا شباب طفرات اسمها طفرات صبغية، بتحدث على مستوى الصبغي، والصبغي يعني كروموزوم. الصبغي يعني كروموزوم. طيب الكروموزوم ده جواه ايه؟ جواه دي ان ايه عباره عن شريطين. هرسم مثلا واحد منهم اهوت، وليكن ده الام ار ان اللي متصنع من الدي ان ايه. الام ار ان عليه ايه؟ عليه قواعد. كل ثلاثه اسمهم ايه؟ كودون. كل كودون مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم جين. خلي بالك لو الطفره حصلت على مستوى شريط واحد بس بسميها طفره جينيه. طب لو الطفره حصلت في قاعدة واحدة بس بسميها طفرة نقطية، حصلت في قاعدة واحدة بس، يعني نيوكليوتيدة واحدة بس من اللي بيتكون الشريط، تمام كده؟ دول بسميهم طفرات جينية. فإما عندي طفرة صبغية على مستوى صبغي الكروموزوم، وعندي طفرة جينية على مستوى الجين. يبقى أسباب الطفرات إيه؟ أول حاجة مثلا تغير في تركيب الجين، اللي هو ده. الجين ده مثلا بدل ما كان اسمه سين صاد عين بقى اسمه سين صاد لام، كده غيرت في تركيبه، هيدي بروتين جديد، يبقى كده طفره، صح كده؟ تغير في تركيب الصبغي، الصبغي مثلا حطيت له حته زياده،
شلت منه حته كده تركيبه اتغير اتغير. ثالث حاجه تغير ناتج عن البيئه، ان البيئه هي اللي تعمل الكلام ده كله، والتغير الناتج عن البيئه شباب بيعمل الجينيه والصبغيه، يعني بيعمل طفره جينيه وطفره صبغيه الاثنين عادي جدا. خلاص كده، طيب ده كده كلمه عامه عن الطفرات. تعال بقى نتعمق في الطفرات ونشوف الزيادات بتاع بنك المعرفه ونشوف الكتاب كاتب ايه بالظبط. صلوا على النبي يا شباب. قبل ما نشوف الطفرات عايزين ناخد حاجه كده مهمه. اثناء الانقسام الميوزي اثناء تكوين الامشاج بيبقى عندي كروموزوم كده، كروموزومين واقفين جنب بعض، خلاص اهو، بيحصل حاجه اسمها ظاهره العبور يا شباب، كروسنج. ظاهره العبور يا شباب ايه اللي بيحصل؟ ان جزء من الكروموزوم ده بيروح لجزء من الكروموزوم ده والعكس بيحصل. يعني مثلا انا هرسم مثلا واحد مختلف عشان نعرف يعني ايه ظاهره العبور. ادي الكروموزوم ده اسمر خلاص، والكروموزوم ده احمر كامل اهو. بقول لك بقى ان حته من الاسمر ده هتتقطع وحته من الاحمر تتقطع، والاسمر يروح يكمل الاحمر والاحمر يجي يكمل الاسمر. دي اسمها ظاهره العبور. دي طفره؟ لا دي مش طفره، ظاهره العبور لا تعتبر طفره. دي يا شباب ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الانقسام الميوزي عادي جدا عشان يحصل تنوع في الصفات الوراثيه بيني انا واخويا وامي وابويا. لو ما فيش ظاهره العبور دي كنت انا هاجي زي ابويا وامي بالظبط بالظبط، نفس صفاتهم بالظبط، لكن هي فيها صفات جديده. اه جايه منين؟ جايه من ظاهره العبور دي. خلاص يبقى ظاهره العبور لا تعتبر طفره. خلاص؟ طيب تاني حاجه انعزال الجينات واعاده اتحادها لا يعتبر طفره. ركز معايا. برضه حاجه في الانقسام الميوزي يا شباب، في الانقسام الميوزي في احد المراحل يعني الكروموزوم ده بيبقى اتنين كروماتيد، كروماتيد كده وكروماتيد كده، كله بينعزل كده من عند السنترومير كده ينفصل عن بعض، يبقى كده كروماتيدات كده 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 كده. بعد كده في مرحله ثانيه يتحدوا مع بعض يعملوا كروموزومات تانية. فبقول لك ان انعزال الكروموزومات لكروماتيدات اثناء الانقسام واعاده اتحادها تاني، يعني هيجي يمسكوا في بعض تاني كده، هيجي يمسكوا في بعض تاني اهو 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 كروموزومات تانية، بقول لك الحوار ده مش طفره. يبقى لا ظاهره العبور طفره ولا انعزال الكروموزومات واعاده اتحادها يمثل طفره. اظن فهمنا يعني ايه. خلاص ركز بقى معايا عشان ناخد انواع الطفرات. بنقسم شباب الطفرات، اول تقسيمه سهله جدا جدا جدا، الطفرات من حيث التوارث. يعني من حيث التوارث يعني الطفره دي لو حصلت في محمد او لو حصلت مثلا في ايمن ابويا لا قدر الله، محمد ابنه اللي هو انا يورثها ولا ما يورثهاش؟ والله لو محمد ورثها هنسميها طفره حقيقيه حقيقيه، لكن لو محمد ما ورثهاش هنسميها طفره غير حقيقيه. يبقى الطفره الحقيقيه هي الطفره التي تحدث في الاباء وتورث للاجيال المتعاقبه، حصلت في جدي بقت فيها دلوقتي، دي طفره حقيقيه. جدي مثلا طلع له حسنه من طفره معينه، فابويا جاله حسنه وانا جالي الحسنه، دي مش حاجه حقيقيه انا بس اللي عندي، تمام؟ فكده اسمها طفره حقيقيه. لكن لو جدي مثلا لونه قمحاوي كده غامق شويه وانا لوني ابيض وجدي كانت حصلت له طفره خلت لونه قمحاوي انا زيه، لا يبقى دي طفره غير حقيقيه عشان هو ما ورثهالناش. يبقى الطفره اما حقيقيه واما غير حقيقيه، علشان يا شباب الحقيقيه دي بتورث اما الغير حقيقيه لا تورث. دي اول تقسيمه من حيث التوارث. تاني تقسيمه من حيث الاهميه يا شباب، بنقسمها طفرات غير مرغوبه وطفرات مرغوبه. ركز معايا وصلي على النبي. هو يا دكتور في حاجه اسمها طفرات مرغوبه وغير مرغوبه؟ اه طبعا. في طفره تحدث تخليني احبها؟ اه طبعا ممكن. طب في طفره تحدث تخليني ما احبهاش؟ دي معظم الطفرات. ركز بقى معايا، معظم الطفرات يا شباب تحدث وانا مش حابب النتيجه بتاعتها، انا مش عايزك تحصل لي. بتحصل ليه؟ لانها بتنتج صفات وحشه، زي مثلا الامراض في الانسان، زي مثلا النباتات اللي بتموت، زي مثلا النبات اللي بيشوه ما يطلعش محاصيل زراعيه، دي اسمها طفرات غير مرغوبه اللي بتنتج عنها تشوهات خلقيه. توأم سيامي مثلا لما لازقين في بعض خدناها في التكاثر، الجنين مثلا طالع عنده اي عيب خلقي، صابع زياده مثلا، صابع لازقه في بعضها وهكذا، مثلا عنده عينيه مثلا فيها حاجه، عنده مثلا مناخيره فيها حاجه، عنده شفته مثلا مشقوقه بنسميها حاجه اسمها كليف تلب وهكذا. فكل دي طفرات، ومعظم الطفرات ما بحبهاش. ليه؟ عشان بتعمل صفات غير مرغوبه او تشوهات او بتخلي يحصل امراض، زي الالترا فايروت لما كانت بتخلي الصيامين يمسك في الصيامين يعمل سرطان في الجلد اسمه زيروديرما بيجمنتوزم. ما علينا، الطفره دي مرغوبه ولا غير مرغوبه؟ معظم الطفرات غير مرغوبه، يعني انا مش بحبها عشان بتديني صفات وحشه، امراض طفرات بتنتج عنها تشوهات. طب طفره مرغوبه، هل في طفره تحدث وانا احبها؟ طبعا. يعني يا شباب مثلا واحد مزارع كده، حكيت لكم الحكايه دي قبل كده، واحد مزارع عنده حظيره مربي خرفان بقى وغنم وبتاع، فجاه كده في نعجه ولدت وعنزه ولدت، خلاص ماشي، النعجه ولدت خروف صغير كده رجليه صغيره ومقوسه فمش بيعرف ينط السور. الراجل ده كان بيعاني لان الخرفان والمعيز والحاجات دي بتنط السور بتاع الحظيره وتمشي في الارض فيتوه منه ما عرفش يجيبها تاني. لكن حصل حاجه غريبه جدا، في يوم من الايام النعجه ولدت خروف صغير رجليه مقوسه وقصيره، هيعرف ينط السور؟ مش هيعرف ينط السور يا شباب. يبقى دي طفره مرغوبه اسمها سلاله انكون من الاغنام، سلاله انكون الف نون كاف نون، سلاله انكون. اللي حصل ان حصل طفره في الام، ماشي، جابت اطفال او يعني خرفان صغيرين عندهم رجل قصيره ومقوسه،
فدي اسمها سلاله انكون. دي حلوه حلوه طبعا عشان الفلاح استفاد ان الخرفان مش بتنط السور بتاع الحظير خلاص كده، فدي طفره مرغوبه. تاني حاجه يا شباب، ممكن مثلا ممكن طفره تحدث في النبات تخلي الخيارات قد كده، تخلي التفاحية قد كده كبيرة خلاص كده، حلوة حلوة طبعا، حصلت لوحدها طبيعي حلوة، لو مش مضر فهي حلوة. فدول مثالين على الطفرات المرغوبة يا شباب زي سلالة أنكون أو المحاصيل الكبيرة. كده قسمنا الطفرات من حيث التوارث والأهمية. طب تعالى نقسم الطفرات من حيث نوع الطفرة، وده اللي حاجة مهمة جدا. بس قبل ما ناخد نوع الطفرة تعالى ناخد كده الحاجة الأسهل اللي هي مكان الحدوث. بقول لك والله عندي مكان الحدوث، أنا عندي في جسمي مثلا كم نوع من الخلايا؟ نوعين، عندي خلايا جسدية وخلايا جنسية. خلاص كده؟ الجسدية اللي هي فيها 46 كروموزوم اللي هي الخلايا كلها. الجنسية اللي فيها 23 كروموزوم اللي هي الأمشاج. في الذكر اسمها حيوان منوي، في الأنثى اسمها بويضة. دي فيها 23 كروموزوم، دي فيها 23 كروموزوم. قول لي بقى، لو الطفرة حصلت في الخلايا الجسدية هسميها إيه؟ هسميها طفرة جسدية. حمادة أهلان بيسلم عليكم. طب لو الطفرة حصلت في الجنسية هسميها طفرة جنسية أو مشيجية، لأن الخلايا الجنسية هي الأمشاج. خلاص كده؟ طب قول لي، مين فيهم اللي تورث بسهولة؟ مين فيهم اللي أنت هتنقلها لأبنائك؟ هو مين اللي أصلاً بيجيب أبنائك؟ اللي أصلاً بيجيب أبنائك هي الأمشاج. فإيه رأيك لو الأمشاج حصل فيها طفرة أبنائك يورثوها؟ طبعاً يورثوها. يبقى الطفرة المشيجية تورث الأجيال، لكن الطفرة الجسدية لا تورث. يعني طفرة جسدية يعني مثلاً وأنت عايش كده حصل لك لا قدر الله سرطان في الجلد، ابنك هيجي عنده سرطان؟ لا، دي طفرة جسدية حصلت وأنت عايش. خلاص؟ فالطفرة الجسدية لا تورث، لكن الطفرة المشيجية تورث. طب سؤال بقى، ينفع نقول على الطفرة الجسدية طفرة غير حقيقية؟ أو لأنها لا تورث. ينفع نقول على الطفرة الجنسية أو المشيجية طفرة حقيقية؟ أيوة، لأنها تورث. خلاص كده؟ دي الطفرات من حيث مكان الحدوث. الجنسية بتحصل فين؟ بتحصل في الأمشاج، بينتج عنها صفات جديدة. لكن الجسمية بتحصل في الخلايا الجسدية، أي خلايا جسدية عادي، في عينيك، في شعرك، في جلدك لا قدر الله، بيظهر عنها أعراض مفاجئة. يعني مثلا لا قدر الله فجأة تلاقي عندك سرطان، ما عرفتش حصل إزاي، ماشي؟ بتحصل أكتر في النباتات عن الإنسان. يعني مثلا النبات تلاقي مرة واحدة كده النبات بقى مريض، او بقى مثلا بيطلع ثمار كبيره مثلا، النبات طول مره واحده وهكذا. فدي الطفرات من حيث مكان الحدوث، اما مشيجيه بتحصل في الامشاج وبتورث الاجيال، واما جسميه بتحصل في الخلايا الجسديه لانها جسميه او جسديه يعني، وبتحصل في النباتات اكتر، بينتج عنها اعراض مفاجئه. دي كده تقسيم الطفره من حيث مكان الحدوث. تعال نمسح عشان نشوف فاضل لنا ايه. كده خدنا الطفره من حيث التوارث، ماشي، والطفره من حيث الاهميه، مرغوبه وغير مرغوبه، وعرفنا الامثله وتعريف الطفره واسباب حدوث الطفره. خلاص، وخدنا الامثله الجميله الجسديه والجنسيه، وعرفنا مين اللي بينتقل للاجيال القادمه. بعد كده خدنا الطفره تبع لمكان الحدوث، مشيجيه وجسديه، وعرفنا مين اللي بتورث برده. بعد كده يا شباب المفروض بقى ناخد الطفره من حيث المنشا، الطفره بتنشا ليه او على حسب السبب اللي بيخلي الطفره تحصل. هنقسم الطفرات بعد كده، ناخد الطفره من حيث النوع، يبقى خلصنا الطفرات. صلوا على النبي. اول حاجه يا شباب الطفره من حيث المنشا. المنشا يا شباب يعني الحاجه اللي خلت الطفره تحصل. خلي بالك، قلت لك في الاول ان انت مثلا ممكن تتعرض لايه؟ تتعرض لعوامل طبيعيه زي مثلا ايه؟ زي مثلا اشعه فوق بنفسجيه الترا فايولت، اشعه تحت حمراء انفراريد، مثلا كيميكالز مواد كيميائيه، مثلا حراره عاليه، بروده شديده جدا، كل دي عوامل طبيعيه ممكن تسبب طفره للكائن الحي، اي كائن حي. خلاص كده؟ فبنسمي دي طفره تلقائيه، انت ماشي في الشمس لا بيك ولا عليك ولا حواليك حصلت لك طفره من الاشعه بتاعت الشمس، دي اسمها طفره تلقائيه، انت ما عملتش اي حاجه، هي حصلت لوحدها. طيب لو انا بقى جيت على نبات معين وعرضت النبات دوت لغاز معين، فالنبات حصلت له طفره، فانا كده يا شباب عملت حاجه اسمها استحداث للطفرات، انا كده اللي عملت الطفره، دي اسمها طفره مستحدثه، انا اللي عملتها، صح ولا ايه؟ فالطفره نوعين، اما طفره تلقائيه واما طفره مستحدثه. الطفرة التلقائية بتحصل دون تدخل الإنسان، أنت أصلاً ماشي في الشارع لا بيك ولا عليك ولا حواليك، النبات في الأرض لا بيه ولا عليه ولا حواليه، لوحده، بتحصل في الطبيعة لوحدها، زي التعرض للأشعة الفوق بنفسجية وتحت الحمراء والحرارة والمواد الكيميائية وكلهم شرحته، دي بتحصل بصورة طبيعية. بقول لك إن ده هي بتساهم في تطور الأحياء، يعني ممكن الطفرات التلقائية ده هي وأنت ماشي في الشمس يجي لك سرطان لا قدر الله، بس في حاجات بتحصل، قلنا الطفرة إما مرغوبة إما غير مرغوبة، فلو حصل مرض عن الطفرة الطبيعية التلقائية هنسمي الطفره غير مرغوبه. لكن لو الطفره التلقائيه دي وانت ماشي مثلا في الشمس عملت لك طفره او عملت في النبات مثلا طفره خلت المحاصيل اكبر بقت مرغوبه خلاص. طب لو انت كانسان مثلا خلتك لونك اسمر، يعني مثلا الناس اللي عايشه في خط الاستواء لونهم عامل ازاي؟ اسود قوي، هو بشرتهم كده مش عيب فيهم يعني ولا حاجه، تمام؟ فيا شباب كده الطفره التلقائيه الشمس عند خط الاستواء خلت الناس دي لونها بقى كده، والطفره دي تم توريثها للابناء فكلهم طلعوا كده، فدي اسمها طفره حقيقيه وتلقائيه. فايه رايك لو قلت لك ان الطفره التلقائيه بتساهم في تطور الاحياء؟ طبعا بتساهم في تطور الاحياء، لان بتخلي الاحياء يتلائموا مع الظروف الطبيعيه اللي هم عايشين فيها، الظروف الحيويه اللي هم عايشين
فيها، الناس اللي في الحر ما بتعرقش كتير، الناس اللي في الحر مثلا لونها غامق عشان الشمس ما تأثرش عليهم وهكذا شباب. تمام، الطفره بتساعد على تطور الصفات بتاعتهم، ممكن نقول الطفره بتاعتهم تلقائيه تساهم في تطور الاحياء. خلاص كده، لو هي طفره مرغوبه يبقى الطفره التلقائيه بتحصل وانت ماشي، لا بيك ولا عليك ولا حواليك، بتحصل عن طريق الاشعه الفوبنفسجيه، اشعه تحت حمراء، حراره، مواد كيميائيه. خلاص دي طفره تلقائيه، ممكن تعمل طفره حلوه مرغوبه او العكس غير مرغوبه. لو عملت طفره مرغوبه خلتني اتلائم مع الظروف الطبيعيه بتاعتي او الظروف المعيشيه بتاعتي، فهنقول ان الطفره دي ساهمت في تطور الاحياء. طيب الثانيه بقى اللي انا بعملها بمزاجي اسمها طفره مستحدثه. مستحدثه يعني تم استحداثها بواسطه الانسان، عملتها بمزاجي. عملت ايه؟ والله نبات اهوت لا بيه ولا عليه ولا حواليه، والنبات سليم وبيعمل ثمار عاديه وكل حاجه. انا جيت رحت معرض النبات لغاز مثلا زي غاز الخردل او ماده زي ماده الكوليشيسين او اي حاجه مثلا بتعمل طفرات، اي ماده كيميائيه من اللي بتعمل طفرات، فالنبات ده استجاب الماده بتاعتي وطلع محاصيل اكبر يا شباب. فكده اسمها طفره مستحدثه، انا اللي عملت استحداث للنبات. حتى زمان يعني احنا دلوقتي احنا في العشرينات ما شاء الله، ربنا يبارك في اعماركم كلكم يا رب ويديكم طول العمر، واحنا صغيرين كانت الخيره صغيره. والله انا فاكر كانت الخيره صغيره، الخيار الكبير ده، التفاح الكبير، التفاح دلوقتي ملوش طعم، هو ميه. التفاح الكبير قوي ده، الفاكهه كبير قوي دي، هي مش لذيذه لان دي حاجه مش طبيعيه، دي حاجه انا استحدثتها، طفره مستحدثه. الموز كان صغير قد كده البلدي، الموز بقى الكبير قوي ده جاي منين؟ الموز الكبير قوي ده جاي منين؟ الطفرات المستحدثه يا شباب هي الهندسه الوراثيه اللي خدناها في اخر حصه في المنهج. خلاص كده، فالطفره المستحدثه بتدخل الانسان، انا اللي بعملها. طب بعملها ازاي بقى؟ بقول لك والله بعرض النباتات ده لمواد اما طبيعيه او مواد كيميائيه. مواد طبيعيه زي اشعه اكس اللي بنعمل بها اشعه على العظام بتاعتنا، زي اشعه جاما، زي الاشعه فوق بنفسجيه بتاعت الشمس. بجيب المواد الطبيعيه دي، الاشعه الطبيعيه دي، واعمل بيها الطفره للنبات. طب مواد كيميائيه زي ايه؟ حاجه اسمها غاز الخردل، حمض النيتروز، ماده الكوليشيسين، الكلام ده بيتحفظ يعني ما فيهوش اي فهم خالص. فلو عرضت الكائن الحي للمواد دي هيحصل عنده طفره. طفره. طيب زي ايه مثلا؟ زي مثلا تكوين اشجار ذات ثمار كبيره وحلوه المذاق، يعني مثلا ايه؟ التفاحه كبير قد كده، الموزه كبير قد كده ومسكره، فانا كده انا اللي عملت الطفره دي عن طريق طفره مستحدثه. او البنسيليوم، فطر البنسيليوم. احنا قلنا قبل كده حكايه البنسلين اللي هو اشهر مضاد حيوي في التاريخ واحسن مضاد حيوي في التاريخ بيستخدم الى الان. البنسلين ده عالم انجليزي في ايام الحرب العالميه كان مربي اطباق فيها بكتيريا، ففي مره من المرات لقى طبق من الاطباق البكتيريا في النص مش موجوده، في ماده طلعت في الطبق ناتجه عن فطر البنسيليوم قتلت كل البكتيريا اللي في الطبق. يعني مثلا الاطباق كلها اهيت، خلاص الاطباق كلها اهي ماشي، الاطباق اهي ثلاث اطباق وكلهم مليانين بكتيريا كده، مليانين اهو مكبوسين على عينيهم اهو. ايه اللي حصل بقى؟ جه في طبق من الاطباق لقى حته كده ما فيهاش بكتيريا خالص، قال لك الله اشمعنى الطبق ده ما فيهوش بكتيريا كده؟ قال لك انا هاخد الحته دي كده واحللها اشوف فيها ايه. لقى فيها فطر البنسيليوم اللي بيطلع البنسلين، البنسلين ده مضاد حيوي، قال لك ان البنسلين قتل البكتيريا، وهنا تم اكتشاف البنسلين بالصدفه اشهر مضاد حيوي في التاريخ. فيا شباب ممكن استخدم الطفرات على فطر البنسيليوم عشان يطلع لي اكبره، يعني عشان يطلع لي بنسلين اكتر اكتر اكتر، فيطلع لي مضاد حيوي اكتر فيخليني استفيد اكتر واكتر. خلاص كده، دي كده شباب الطفرات من حيث المنشأ، تلقائيه ومستحدثه. تلقائيه لوحدها، مستحدثه انا اللي بعملها اني اعرض النبات او الكائن الحي زي البنسلين مثلا لمواد طبيعيه او اشعه طبيعيه زي الاشعه فوق بنفسجيه، زي الاشعه تحت الحمراء، زي اشعه اكس، او اعرضه لمواد كيميائيه زي غاز الخردل، حمض النيتروز، ماده الكوليشيسين. اتبقلنا كده في الطفرات يا شباب نوع الطفره، الطفره من حيث النوع وديت الاكبر صراحه، وديت اللي انا شرحتها لك في الاول قلت لك عنها مقدمه. الطفره تحصل فين؟ والله اما على مستوى الجين، على مستوى الكودونات، او على مستوى الصبغي بالكامل. ركز معايا، ادي الصبغي اهو، ادي الكروموزوم اهو. خلاص الطفره لو حصلت على مستوى الكروموزوم بنسميها طفره صبغيه، صبغيه. اما لو ده الار ان اي او الدي ان اي والطفره حصلت على مستوى الكودونات هنسميها طفره جينيه، لان الكودونات بتدي جينات. طيب كلمتين عن الطفره الجينيه. الطفره الجينيه بقول لك ديت اللي بتنتج من تغير ترتيب القواعد النيتروجينيه، يعني مثلا الكودون عباره عن اي بي سي، كان بيدي بروتين اسمه محمود، ده البروتين. طيب لو غيرت الترتيب يعني مثلا بقت A C B، هل محمود هيجي؟ محمود مش هيجي، كده حصلت طفره جينيه هينتج عنها بروتين جديد اسمه مثلا محمد، خلاص هينتج عنه صفه وراثيه جديده. دي الطفره الجينيه. لكن الطفره الصبغيه بقى، ودي اللي فيها كلام كتير جدا جدا يا شباب، اللي بتحدث على مستوى الكروموزوم كله، ودي اللي بيلخبطك فيها في بنك المعرفه. يلا بينا نشوف عشان بس نبقى لمين الدنيا كويس يا شباب. الطفره في الصبغي او الكروموزوم اما تحدث في العدد، يعني عدد الكروموزومات او التركيب. طب تعال نشوف العدد عشان سهل جدا جدا جدا. بقول لك ايه بقى، هي الخليه الجسديه فيها كام؟ الخليه الجسديه يا دكتور فيها في النواه 46 كروموزوم. ايه رايك لو بقوا 47؟ ده طبيعي مش طبيعي؟ طب ايه رايك لو بقوا 45؟
ده طبيعي مش طبيعي. يبقى يا شباب لو العدد بتاع الكروموزومات اتغير دي طفره. طفره ايه؟ طفره صبغيه في الكروموزومات بس من حيث العدد. يعني مثلا في حاله اسمها كلينفلتر وحاله اسمها تيرنر، شرحتها لكم بالتفصيل في فيديوهات هحطها لكم بعد الحصه دي ان شاء الله. الكلينفلتر ده شباب، الكلينفلتر ده عنده 47 كروموزوم، تيرنر عنده 45 او عندها لانها انثى. الكلينفلتر ده ذكر عنده 44 بلس اكس اكس واي، بالراحه ركز معايا كده، انا عندي كله 46 منهم اثنين جنسيين، الذكر عنده اكس واي والانثى عندها اكس اكس، صح كده؟ فالذكر عنده 44 زائد اكس واي كلهم مع بعض 44، 45 46. الانثى عندها 44 زائد اكس اكس 44، 45 46. خلاص كده؟ كده 46 في الذكر و46 في الانثى. لو في الذكر ده زودت اكس كمان بقى عنده 44 زائد اكس اكس واي، ده اسمه كلينفلتر عنده 47 كروموزوم. خلاص كده؟ طب انثى بقى تيرنر شلت اكس من دول بقى عندها 44 زائد اكس بس، فكده عندها 45 كروموزوم. ده يا شباب طفره صبغيه، طبعا طفره صبغيه حصلت فين في العدد؟ اما بالزياده يعني زودت كروموزوم على الخليه فاسمها كلينفلتر، بتدي متلازمه اسمها كلينفلتر، يعني واحد يعني مرض اسمه كلينفلتر، خلاص بنسمي الواد ده كده كلينفلتر، شوفوا في الشارع الواد ده كلينفلتر، خلاص كده؟ طب انثى تيرنر، انثى تيرنر بتبقى عندها نقص الاكس، خلي بالك يا شباب الواد ده عقيم. الانثى دي عقيم، خلي بالك هي الانثى ايه اللي بيخليها انثى؟ الاكس اكس، صح كده؟ طب شلت واحد بقت نص انثى، ينفع؟ لا هي عقيم او مش عقيم، هي عقيم. طب الواد ده عنده 2 اكس وعنده واي، ذكر ولا انثى؟ خلي بالك مجرد ما شفت الواي تقول ده ذكر. طب الواد ده عنده 2 اكس، طب هو اصلا ال 2 اكس دول بتوع الانثى بيدوا صفات انثويه، الواد ده هيبقى فيه صفات انثويه؟ ايوه، الواد ده عنده تثدي، عنده ثدي، الواد ده عنده دهون في جسمه كتير، الواد ده ممكن يكون كيرفي زي الانثى، الواد ده صوته ناعم، الواد ده مش بيخلف عقيم. فيا شباب لو زودت اكس اسمها كلينفلتر ذكر عشان عنده واي، لو نقصت اكس اسمها تيرنر هي انثى عشان ما عندهاش واي، عندها اكس واحده بس. خلاص كده؟ ده الطفره الصبغيه. طيب هل بالزياده او بالنقصان بس؟ لا، ممكن يقول لك بيحصل تضاعف للصبغيات. يعني يا شباب؟ يعني الخليه بدل ما فيها 2 نون 46 كروموزوم بقى فيها 4 نون، حاجه و90 كروموزوم، 6 و6 12 و4 و4 92 كروموزوم. تخيل بقى فيها 8 نون، اضرب ال 23 في 8 بقى فيها 16 نون، يعني ما بقاش 46 بقى، لا ده اضعاف اضعاف، يعني ما زودتش واحد ولا نقصت واحد، لا ده انا زودت اضعاف 46 كمان، زودت 100 كمان، زودت 200 كمان. بتحصل بتحصل في الانسان نادرا، لا بتحصل في النباتات يا شباب. ممكن النبات يبقى فيه 3 نون، النبات اصلا المفروض 2 نون، خليه عادي في النبات، ممكن تبقى 3، ممكن 4 نون، ممكن 5 نون، ممكن 8 نون، ممكن 16 نون، وهكذا. فتضاعف يا شباب بيحصل فيه الصبغيات، ممكن يبقى 3 نون، 4 نون، 6 نون، 8 نون، بيحصل في النباتات اكتر. طب لما النبات يا شباب اللي كان 2 نون يبقى 4 نون، ايه رايك بقى؟ هيموت؟ مش هيموت، لكن النبات هيبقى اطول في الحجم، اطول في الطول يعني، وثماره اكبر في الحجم، يعني التفاحه هتقد كده، دي اسمها تضاعف الصبغيات. طب بتحصل في الانسان؟ لا، الانسان اللي هو 2 نون لو اتولد وهو 4 نون، او لو اتزوج ب 4 نون وهو في بطن امه، الانسان ده هيموت. يعني احنا عارفين مثلا الحيوان المنوي بيخصب البويضه خلاص بيكون الزايجوت، بيروح يتزرع في الرحم، المفروض ان دوت 2 نون. طيب لو دوت ب 4 نون باي طريقه، مثلا باي طريقه ما يهمناش ازاي، لو 4 نون اول ما يتزرع هيموت. خلاص يبقى في الانسان التضاعف الصبغي مميت مميت مميت. طيب بقول لك بس في اكسبشن كده، ده مين اللي هرسمه دوت؟ مين ده؟ ده الليفر او الكبد، المفروض خلايا جسديه 2 نون عادي. بقول لك ممكن في الكبد او البنكرياس ممكن يحصل تضاعف صبغي ب 4 نون، عادي؟ عادي، هيعيش؟ هيعيش عادي جدا. يبقى الكبد والبنكرياس ممكن يحصل فيهم تضاعف صبغي عادي، لكن الانسان كله ب 4 نون لا هيموت. في سؤال بقى كده يعني رخم سيكا، بقول لك ايه السبب مثلا ان ممكن الصبغيات تتضاعف؟ بقول لك عدم انفصال الكروماتيدات بعد الانقسام. يعني يا شباب خلي بالكم، احنا عندنا شباب في الانقسام الميوزي زي ما قلت لكم، فاكر لما كنت بقول لك لسه من شويه ان انفصال الكروماتيدات واعاده اتحادها لا يمثل طفره، صح؟ خلي بالك بقى ممكن الكروماتيدات اصلا ما تنفصلش. ازاي يعني الكلام ده يا دكتور؟ بص يا باشا، ادي الكروموزوم في الخلايا العاديه، في الانقسام الميوزي بينقسم كده خلاص، بعد كده يرجع لتحت، متفقين؟ طيب ايه رايك بقى لو الكروموزوم ده العادي، ده العادي خلاص، والمفروض لما ينقسم ما انقسمش خلاه زي ما هو، هيتحد تاني يعمل لي كروموزومين لازقين في بعض، اربع كروماتيدات واربع كروماتيدات. فاذا انفصال الكروماتيدات اللي كان بيحصل هنا، من خلي بالك مش هو الكروموزوم عامل كده صح؟
لما السنترومير ده ينفصل يبقى عندي كروماتيد والكروماتيد اهو 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 صح كده. ما حصلش ده بقى وخلى كروموسوم على بعضه هيجي يمسك في واحد زيه هيجي يمسك في كروموسوم كمان زيه كده. يبقى انا كده عندي تضاعف صبغي حصل لان الكروماتيدات ما انفصلتش اثناء الانقسام. تاني حاجه عدم الفصل بين الخليتين البنويتين. ازاي يعني يا شباب؟ يعني مثلا والله ده الزيجوت. الزيجوت ده هينقسم لخليتين اهو، ادي خليه وادي خليه. شايف انا راسم الاثنين بعاد عن بعض، ادي خليه وادي خليه. طب ايه رايك بقى لو الخليتين بقوا عاملين كده؟ ايه رايك؟ دي فيها 2 نون ودي فيها 2 نون. اخبار الباشا ده ايه؟ 4 نون يا باشا، لانه اصلا ما انفصلش، ده ماسكين في بعض، صح؟ يبقى لو الخليتين البنويتين اللي هم اللي ناتجين من الانقسام ما تمش فصلهم او الكروماتيدات ما انفصلتش هيحصل تضاعف صبغي. كده شوف خلصنا تضاعف الكروموسومات الصبغي من حيث العدد. خدنا الزياده كلام فلتر، خدنا النقصان خلي بالك الزياده اسمها اضافه، النقص اسمه حذف، عادي جدا. خلاص كده. طيب بعد كده تضاعف الصبغيات، يبقى كده العدد بالزياده والنقصان وبالتضاعف. قلنا في الانسان مميت بس ممكن يحصل فيه خلايا الكبد والبنكرياس. طيب تعالى بقى نشتغل على التركيب بتاع الكروموسوم نفسه، وده برده سهل والله ما فيهوش اي حاجه. يعني احنا كده شباب لعبنا على العدد بتاع الكروموسوم. يعني احنا قلنا مثلا الكروموسوم ممكن نضيف واحد يبقى كلام فلتر، ممكن ننقص واحد من الخليه يبقى ترنر، وهكذا صح كده. ممكن نضاعفهم اصلا 4 نون، بدل 23 يبقوا 46، بدل 46 يبقوا 92، وهكذا. فكده لعبت على العدد. طب ايه رايك بقى لو لعبت في تركيب الكروموسوم نفسه، لو لعبت في تركيب الصبغي نفسه، ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. والله بكل بساطه ده الكروموسوم الطبيعي. ايه رايك لو ادي الكروموسوم الطبيعي تم اضافه لحته كده، دي طفره، طبعا طفره اسمها طفره اضافه. طب ايه رايك الكروموسوم الطبيعي لو ناقص حته كده، فين اللي كان هنا؟ مشي. طفره، طبعا طفره، يبقى دي حذف. طيب ركز معايا، ايه رايك لو ده كروموسوم اهوت احمر اهوت، خلاص حته منه كده لفت 180 درجه، يعني ايه؟ يعني حته اهي ماشي هتلف 180 درجه، يعني ايه؟ يعني هتتقلب كده قلبه وتروح لازقه تاني، طفره طفره، صح ولا ايه؟ صح جدا، دي اسمها طفره انقلاب. طيب ايه رايك لو كروموسومين اهو، خلي بالك اوعى تلخبط، انا كنت بقول ظاهره العبور من شويه بيبدلوا حتت من بعض بس الكروموسوم ثابت. لا بقول لك بقى هنا ممكن يحصل حاجه غريبه قوي، يحصل حاجه كده ده يتشال من حته وتتضاف هنا، طفره طبعا طفره، تمام. ده اللي بيحصل يا شباب على مستوى تركيب الكروموسومات. اول حاجه عندي حاجه اسمها طفره انقلاب. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان حته من الصبغي بتلف 180 درجه وتمسك تاني، دي اسمها طفره انقلاب. حاجه اسمها طفره حذف. اللي بيحصل ان حته من الصبغي تم حذفها، خلاص. حاجه اسمها طفره اضافه. اضافه يعني ايه؟ ضفنا حته. حاجه اسمها طفره انعكاس. انعكاس هي الانقلاب، انعكاس. اللي بيحصل ايه بقى؟ ده كله في بنك المعرفه، خلي بالك ان حته بتلف 180 درجه وتلزق تاني، طفره طفره. طب خلي بالك لو لفت 360 طفره؟ لا مش طفره، ما انا اهو انا اهو ماشي لفيت 180، يعني ايه؟ يعني اهو انت شفت قفايا. طب لفيت 360 رجعت لك تاني كده طفره؟ لا مش طفره، لكن ال 180 دي طفره، ال 360 مش طفره. فهمت حاجه؟ فيا شباب الانقلاب او الانعكاس يبقى 180 درجه مش 360. يبقى يا شباب التغير في تركيب الصبغي او تركيب الكروموسومات اما ان حته من الكروموسوم تلف 180 درجه اسمها انقلاب او انعكاس، او تبادل اجزاء من الصبغيات، ان الصبغ دوت بعد حته للصبغ دوت، خلاص صبغيات غير متماثله ومش العبور، خلي بالك مش العبور ماشي، او اضافه او حذف او انقلاب، تمام. طب عندك بقى حاجه كده تكايه او يعني طب بسيطه جدا جدا، بيقول لك الحته اللي اتقلبت 180 درجه دي لو واخده من السنترومير معاها بكل بساطه هنسميها انقلاب سنترو ميري. ليه؟ عشان الحته اللي لفت 180 درجه خدت جزء من السنترومير معاها، اسمها انقلاب سنترو ميري. طيب تعالى بقى على دي كده، احنا قلنا العبور ان هم يبدلوا مع بعض تبادل منفعه، لكن بقى في حاجه غير العبور. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان الصبغي ده او الكروموسوم ده يبعت حته من عنده لكروموسوم تاني، ده بيسموها شباب ازفاء. عارفين جاي من ايه؟ جاي من الزفه، بزف العروسه. الكروموسوم ده بعت العروسه اللي عنده للكروموسوم ده، اسمه ازفاء. لو الكروموسومين دول يا شباب متماثلين هنسميه ازفاء متماثل. يعني ايه؟ يعني الكروموسوم زي بعض بالظبط، ده بعت له حته، ده اسمه ازفاء. خلي بالك لو ده بعت له حته هو كمان ده اسمه عبور، ودي مش طفره. لكن بتكلم فين؟ ان ده بعت له حته من عنده مسكت فيه وده ما بعتش حاجه، ده اسمه اسفاء. لو الكروموسومين اصلا زي بعض اسمه اسفاء متماثل، لو الكروموسومين مش زي بعض اهو واحد احمر واحد ازرق ده اسمه اسفاء غير متماثل، ده هيبعت له حته وده مش هيرد عليه بحاجه. فاحنا كده قلنا يا شباب ان الكروموسومين لو زي بعض وواحد بعت عروسه للتاني زفها له ده اسمه اسفاء
متماثل، لكن لو مش زي بعض، واحد اسمر واحد احمر وواحد بعد للتاني حته حته زرقاء مثلا او حته سمراء، ده اسمه اصفاء غير متماثل. كده الحمد لله خلصنا التفاريض يا شباب، حاجه مهمه جدا 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 بزياده بنك المعرفه. يلا بينا نخش على البروتينات. عندنا يا شباب حاجه اسمها بروتينات تركيبيه وحاجه اسمها بروتينات تنظيميه. يعني ايه؟ يعني مثلا يا شباب تركيبيه من اسمها انها بتخش في تركيب اجزاء معينه. ازاي يعني يا دكتور؟ يعني مثلا خدنا قبل كده وليكن دي عظمة، خلاص كده. بعد كده عندنا حاجة اسمها عضلة عاملة كده، ماشي، حطت العضلة عشان شكلها حلو. ممكن كمان ننقط العظمة كده بالشكل ده عشان يبقى شكلها جميل. العضلة ماسكة في العظمة بحاجة اسمها وتر، العظمة ماسكة في اللي تحتها، ادي كمان عظمة اهي، العظمتين ماسكين في بعض بحاجة اسمها رباط. فانا كده عندي رباط، عندي عضلة، عندي وتر، عندي عظمة. ركز معايا، العضلة دي كانت عبارة عن ايه؟ التركيب الدقيق للعضلات كان عبارة عن خطي زد بينهم خيوط بروتينية رفيعة تسمى اكتين، سميكة تسمى مايوسين، ماشي كده؟ ماشي. الاربطة والاوتار اللي بيكونوا يا شباب بروتين اسمه الكولاجين. الكولاجين، الكولاجين فوق دول يا شباب الجلد، الجلد كده، الجلد كان مغطى بطبقة كيراتينية بتتكون من بروتين اسمه كيراتين. فانا كده عندي اكتين وميوسين، عندي كولاجين، عندي كيراتين، الاربعة دول اسمهم بروتينات تركيبية. قول لي بقى انت ليه؟ ليه يا دكتور؟ علشان بيخشوا في تركيب اجزاء معينة في الجسم، زي العضلات بيخش فيها اكتين وميوسين القطع العضلية، زي الكولاجين بيخش في تكوين الاربطة والاوتار والانسجة الضمة، زي الكيراتين اللي بيخش في تكوين الطبقة اللي بتحمي الجلد، خلاص؟ دي اسمها بروتينات تركيبية. طيب تعالى بقى، والله خلاص فكك من ده، دخلت جوه المعدة بتاعتي، دخلت جوه المعدة بتاعتي، ادي المعدة، ادي المعدة، وكلت اكلة، المريء اهو منزل الاكل، لما كلت الاكلة يا شباب دخلت هنا جلد، في جوه HCL، في جوه حاجة اسمها بيبسينوجين، بيبسينوجين اللي هو بيتحول لبيبسين اللي بيهضم البروتينات. البيبسينوجين ده يا شباب عبارة عن ايه؟ عبارة عن انزيم. طب الانزيم عبارة عن ايه؟ مصنع من البروتينات. يبقى البروتين ممكن تدي انزيمات. بتعمل ايه الانزيمات؟ بتهضم. طب مش الهضم ده عملية حيوية؟ اه. يبقى يا شباب البروتينات اللي بتكون الانزيمات بتهضم، بتعمل عملية حيوية، يبقى إذا دي عملية حيوية أو تنظيمية، يبقى إذا في بروتينات بتنظم العملية الحيوية. طيب كمان حاجة مهمة جدا جدا جدا، عندك مثلا الغدة النخامية بتطلع على الغدة الدرقية هرمون اسمه TSH، الدرقية تقوم تطلع إيه؟ ثيروكسين، صح كده؟ طب TSH ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن هرمون بروتيني، صح ولا إحنا خدناه؟ طب الثيروكسين عبارة عن إيه؟ هرمون بروتيني. طب ايه رايك الهرمون ده والهرمون ده مش بيقوموا بالعمليات الحيويه؟ ده الهرمونات من اهم الاجهزه اللي بتقوم بالعمليات الحيويه، اللي بتنظم الجسم كله، صح؟ فاذا يا شباب انا عندي انزيمات عباره عن بروتينات بتقوم بالعمليات الحيويه وتنظيمها، عندي هرمونات عباره عن بروتينات بتنظم الجسم والعمليات الحيويه، يبقى اذا دي اسمها بروتينات تنظيميه. يبقى كده عندي بروتينات تركيبيه وخدنا زي ايه، وبروتينات تنظيميه. افتكر الرسمتين دول عمرك ما هتنساهم. يبقى التركيبيه بتخش في تركيب محدده في الجسم زي الاكتين والميوسين عرفنا فين، الكولاجين عرفنا فين، والكيراتين عرفنا فين، خلاص. والتنظيميه بتنظم العمليات الحيويه في الجسم زي الانزيمات وزي الهرمونات، وكمان حاجه في المناعه اللي هي الاميونوجلوبولينات المناعيه اللي هي الاجسام المضاده، كانت عباره عن بروتينات داخل فيها الجلوبولين. طب دي بتنظم؟ دي بتنظم المناعه طبعا، يعني طبعا، ماشي. يبقى دي بالتنظيميه بتقوم بعمليه حيويه. طيب كل البروتينات اللي في جسمي مكونه من كام؟ فاكر الخناقه بتاعت الدي ان ايه والبروتين، مين فيهم كان الماده الوراثيه؟ اه، العلماء كانوا بيتخانقوا عشان كان عندي كام حمض اميني بيخش في البروتينات، كان عندي 20 نوع. فالبروتينات يا شباب بتتكون من احماض امينيه، 20 نوع من الاحماض الامينيه بيكونوا البروتينات. ادي والله حمض اميني ماسك في حمض اميني ماسك في حمض اميني، الاحماض الامينيه ماسكه في بعضها بايه؟ برابط بيبتيديه، خلاص، عشان تكون البوليمر الكبير. البوليمر اللي هو العجل اللي هو البروتين بيتكون من مونومرات صغيره اللي هو الطوب اللي بيكونه اللي هو الاحماض الامينيه، ماسكه في بعضها بيه روابط بيبتيديه. تمام جدا. طيب ليه بروتين يختلف عن الثاني؟ والله مثلا ايه رايك لو البروتين الاولاني فيه 300 حمض اميني،
والتاني فيه 500 زي بعض؟ اكيد مش زي بعض. طيب ايه رايك والله لو البروتين الاولاني فيه احماض امينيه A B C D والتاني فيه D او C D B A، مختلفين طبعا مختلفين. يبقى اذا يا شباب اختلاف عدد وترتيب الاحماض الامينيه بيؤدي لاختلاف البروتينات، تمام كده؟ تاني حاجه اختلاف البوليمرات. خلي بالك هو لما اقول لك بوليمرات يعني ايه؟ يعني كذا حمض اميني جنب بعض. هي اختلاف عدد الاحماض الامينيه هي اختلاف عدد البوليمرات، لان البوليمر جنب بوليمر جنب بوليمر، يعني مثلا خمس احماض جنب خمس احماض جنب خمس احماض، كل واحد فيهم اسمه بوليمر، بيكون البروتين اللي هو البوليمر الكبير. يعني ممكن مجازا اقول البوليمر الكبير اللي هو البروتين بيكون من بوليمرات صغيره اللي هي الاحماض الامينيه. فاختلاف البروتينات ليه؟ لاختلاف عدد وترتيب وتركيب الاحماض الامينيه اللي هي المونيمرات، او اختلاف عدد البوليمرات اللي هي برضو الاحماض الامينيه متجمعه مع بعضها. خلاص كده؟ طيب عايزين بقى نعرف يا شباب تركيب الحمض الاميني اللي بيكون البروتين. والله ركز معايا كده، هو زي اي مركب عضوي، اي مركب عضوي بيحتوي على كربون وهيدروجين واكسجين، صح كده؟ جميل. فوالله الحمض الاميني عامل ازاي؟ عندي كربونه، خلاص الكربونة تكافؤها رباعي وحش الكيمياء، ادي 1 2 3 4، ماسك فيها COOH، ماسك فيها NH2، ماسك فيها مجموعة اسمها مجموعة الكايل، ماسك فيها ذرة هيدروجين. خلاص كده ده تركيب الحمض الأمين يا شباب. طيب انا لما قلت لك الحمض الاميني ماسك مع اخوه بربطه ابتداديه، هرسم كمان واحد عشان نعرف يمسكه ازاي. ادي حمض امين، ادي سي ار ان اتش 2، ادي سي او اتش. دكتور انت لخبطتهم، عادي ما يهمكش خالص، ادي الاتش، هنا الاتش فوق هنا الاتش تحت، مش مشكله خالص. بيمسكوا مع بعض ازاي يا شباب؟ الربطه الابتداديه بتتكون بين مين ومين؟ هم مين اللي ماسكين لبعض؟ خلي بالك الشكل ده كده ده اللي موجود في الحقيقه. مين موجود جنب مين؟ والله يا دكتور عندي السي او او اتش موجوده جنب الان اتش 2، يبقى اكيد دول اللي هيمسكوا ببعض. سهله خالص، عندي بقى ركز في التفاعل، سي او او اتش زائد ان اتش 2. خلي بالك هيدينا ايه؟ هو السي او اتش ممكن تدينا ايه؟ ممكن تطلع ايه؟ ممكن تستغنى عن او اتش، الان اتش 2 تستغنى عن واحده من الاتشات اللي عندها، يدينا سي او ان اتش، ادي سي او ان اتش، يبقى لي هنا من السي او او اتش، ويبقى من الان اتش 2 اتش. طب او اتش مع اتش يدينا اتش 2 او، يبقى سي او او اتش هناخد منها او اتش، خلاص ماشي، نحطها في الميه كده، الميه ناقصه اتش، والان اتش 2 اهي ان اتش اتش، ناخد منها اتش نحطها في الميه، يبقى لي سي او ان اتش. دي الرابطه الابتديه يا شباب اللي بين السي او والان اتش. خلاص يبقى كده الاحماض الامينيه ازاي بتمسك في بعضها؟ بروابط ابتديه بين السي او اتش والان اتش 2، تفاعل نازع للماء عشان بينزع ميه من المركبين دول وبيكون سي او ان اتش، ودي كده الرابطه الابتديه. خلاص كده يا شباب، ده كده تركيب الحمض الاميني وازاي بيمسك في اخوه. تمام، ناقص لها مقارنه بسيطه جدا 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 وسهله خالص بين الدي ان ايه والار ان ايه، نقارن بين الدي ان ايه والار ان ايه واقول لكم سلام عليكم. بقول لك ان الدي ان ايه والار ان ايه احنا عارفين ان الاثنين احماض امينيه عادي، يتكون كل منهما من سلسله طويله غير متفرعه من وحدات بنائيه من النيوكليوتيدات. احنا قلنا يا شباب شرحناها كتير جدا جدا، تقريبا المقارنه ما فيهاش حاجه اصلا جديده. خلاص، عباره عن ايه؟ الحمض النووي عباره عن شرايط كده، والشريط عباره عن نيوكليوتيدات، صح كده؟ نيوكليوتيدات اهو. بقول لك هو يتكون من وحدات بنائيه اسمها النيوكليوتيد. بقول لك بقى بعد كده تتكون كل نيوكليوتيد من ايه؟ احنا يا شباب عارفين والله الكلام ده كويس، يعني ان كل واحده عباره عن ايه؟ عباره عن سكر خماسي اهو، ادي سكر خماسي، في خمس ذرات كربون، في اكسجين من فوق كده، ببدا اعد، ادي الاولى، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، واعمل شرطه كده، ودي الكربون الخامسه. عندي قاعده ماسكه في الكربون رقم 1 قاعده نيتروجينيه، وعندي مجموعه فوسفاته ماسكه في الكربون رقم 5، دي كده النيوكليوتيد. القاعده ده هي والله في الدي ان ايه عباره عن ادينين ثيامين جوانين سيتوزين، بيمسكوا في بعض على الترتيب. اما في الار ان ايه عباره عن ادينين يوراسيل بدل الثيامين جوانين سيتوزين، دي كده النيوكليوتيد. بقول لك ايه بقى؟ ترتبط مجموعه الفوسفات بذره الكربون رقم 5 في جزيء سكر احدى النيوكليوتيدات وبالثلاثه في اللي فوق. يعني ايه؟ لما رسمنا هيكل سكر فوسفات كده كنا راسمين يا شباب ادي السكر اللي فوق، ادي 1 2 3 4 5، وادي الاكسجين، رتب كده، ادي الكربونه الاولى، الكربونه الثانيه، الكربونه الثالثه، دي الكربونه رقم 3 بتمسك فيها الفوسفات كده عشان تكون لي هيكل سكر فوسفات، وعارفين بنرسمه ازاي الحمد لله. طيب بقول لك نوع السكر الخماسي اكيد يعني في الدي الدي ان ايه هيبقى سكر دي اوكسي ريبوز، سهل خالص. لكن في الار ان ايه ريبوزي، في الدي ان ايه دي اسمه دي اوكسي عشان الكربون رقم 2 المفروض يبقى فيها اكسجينه اتشالت الاكسجينه دي. تمام تمام. تاني حاجه القواعد النيتروجينيه، احنا قلنا القواعد هنا في الدي ان ايه ادينين ثيامين جوانين سيتوزين، لكن في الار ان ايه مفيش ثيامين، في بدلها يوراسيل. خلاص، بعد كده عدد الاشرطه، الدي ان ايه يا شباب دايما شريطين، عمرك ما تلاقي دي ان ايه شريط واحد، لكن الار ان ايه هو شريط واحد بس. ماشي، بعد كده مكان وجوده، الدي ان ايه موجود فين؟ الدي ان ايه يا شباب موجود جوه النواه، ده الماده الوراثيه، ده الكروماتين. طب الار ان ايه؟ الار ان ايه ده بيتصنع في النواه
ماشي من الدي ان ايه وينتقل للسيتوبلازم عشان تصنيع البروتين. افتكر كده تصنيع البروتين في السيتوبلازم اهو ان شاء الله المره الجايه تصنيع البروتين في السيتوبلازم. فالار ان ايه لازم يروح السيتوبلازم عشان يصنع البروتين. يبقى الدي ان ايه جوه النواه لكن الار ان ايه بينتقل الى السيتوبلازم. هو بيبقى جوه النواه بس بينتقل للسيتوبلازم. بعد كده الثبات. احنا قلنا الدي ان ايه يا شباب من احد الادله على انه الماده الوراثيه ان هو ثابت بشكل واضح في الخليه لا يتحلل خالص. الار ان ايه لا الار ان ايه ده اللي بيخش في تكوين البروتين فهو زي البروتين عادي بيهدم ويبنى باستمرار. طيب بعد كده الانواع. الدي ان ايه نوع واحد دي ان ايه مفيش تاني. لكن الار ان ايه عندي ثلاث انواع والله. ار ان ايه اللي هو الريبوزوم الار ان ايه اللي هو الحمض النووي الريبوزي. عندي تي ار ان ايه اللي هو الحمض النووي الناقل اللي هو الترانسفيرنج. عندي ام ار ان ايه اللي هو الماسنجر اللي هو الحمض النووي الرسول. خلاص يبقى كده الار ان ايه ثلاث انواع رئيسيه. اما الدي ان ايه نوع واحد فقط. كده ان شاء الله فاضل لنا تصنيع البروتين. ان شاء الله المره الجايه هعمل لكم حصه كده جميله تصنيع البروتين واجيب لكم فيديوهات كده ادلعكم. وان شاء الله باذن الله ما يكونش حد خالص عنده مشكله في تصنيع البروتين. واتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع الكبير قوي بتاع النهارده دوت. لمينا حاجات كتير قوي. اتمنى تكونوا استمتعتوها معايا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وانا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.